باش من كيل انه زي في التاريخ وانا ما غير معني معنا بتواريخ الناس المترشح انا معني بما يقدمونه اليوم اذا كان ثم رؤيه اقتصاديه ورؤية ومعني ايضا بالاكزرسيس بالامتحان لانه ثم 3 سنين سوداء تعدات على الشعب التونسي من حكم الترويكا وحكم السيد المصف مرزوقي اللي شفنا فيهم الاغتيالات شفنا فيهم ذبح الجنود شفنا فيهم تجنيد التوانسة إلى سوريا وقت السيد مصف مرزوقي عامل مؤتمر أصدقاء سوريا اللي شطروا اليوم مصنف إرهابيين فهمتني ورشرشية من المخابرات الأمريكية استقبلهم هو هنا في تونس فهمتني شفنا الدعاة اللي يدعوا إلى الجهاد واللي عاملين الشرطة السلفية في شوارع تونس يستقبلهم في خسر قرطاج هذا ما نجمش يكون ديمقراطي